الظروف ديال الاجواء اللي كانت رياح قويه، والحمد لله استطعت انني نفوز بالمرتبه الاولى، وهذا داخل في اطار السيناريو ديالي. العب هنا في ان شاء الله باريس. كيف كانت المنافسه؟ سير كيف كانت المنافسه في هذا السباق على النسخه الماضيه؟ صراحه المنافسه كانت صعيبه شي شويه، الظروف ديال الاجواء اللي كانت الرياح قويه، كل ما كتحاول تزيد هي كتزيد في الغرض، ولكن الحمد لله كان توقيت لا باس به، وهذا ما كيزيدنا غير ثقه في ثقه ان شاء الله يا ربي باش نكونوا في مستوى في المستقبل ان شاء الله. شكرا شكرا بارك الله فيك. نحن نرحبوا بقناة فجر سبور اسماعيل الشمالي رئيس اللجنة المنظمة لهذا النسخة الرابعة ديال السباق الدولي على الطريق. كيف كتشوف هذه النسخة على النسخة الماضية سي اسماعيل؟ الحمد لله، شكرا على الاستضافة. كما كتعرفوا الحمد لله كل شيء داز بخير وعلى خير. كنشوف كل واحد بدا على ميداي ديالو، وكانت مشاركة مهمة الحمد لله، وكنشوف أن النسخة ناجحة 100%. ان شاء الله نضربوا الموعد النسخه الخامسه. وشنو مميزات النسخه عن النسخه الماضيه؟ وا شوف، كل نسخه عندها مميزات ديالها. كيف كانت المنافسه بين الدائين؟ وكان حمزه السهلي هو المتوج في هذا. حمزه السهلي راه ولد لا ريجيون هو اللي ربح. شكرا شكرا سي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الحمد لله كان هذا المعركه صراحه كان زوين، كانت مباراه اللي زوينه. كنشكر المسلمين الحمد لله. تحيه للوالدين ديالي، صحابي، خوتي، خواتاتي، كلشي تنبغيكم بزاف. الحمد لله كان كلشي مزيان، ان شاء الله العام الجاي نكونوا من الاوائل. وشكرا لكم بزاف. كيف كان الشعور ديالكم في المشاركه في هذه النسخه الرابعه ديال السباق الدولي على الطريق؟ انا جيت سعيده بالتواجد ديالي اليوم معاهم، وكاينه الموتيفاسيون، فرحانين بزاف، وكنتمنى التوفيق للجميع، وحنا غاديين ايطاب باغ ايطاب، وان شاء الله يكون خير. شكرا.